السلام عليكم. Oh shit. بسم الله الرحمن الرحيم. شباب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد. منور طويل العمر هذا اكتوبر حبيبي. شباب تعال انت وياه سالفة اني انزل مقطع وينتشر المقطع اني انا حذفت تيك توك وانه خلاص تيك توك خايس انا ما راح ارجع وانتم مستمرين حبيبي شكرا مستمرين في نشر الحب والتصاميم الحلوة. والله سويمي احنا نحبك عادي. انا قلت هذول الناس ما اقدر اخليهم. اول شيء ارحب يا زين. اول شيء الله يحقق امانيكم كلكم صدق يعني حلو طول العمر. الله يحقق امانيكم مره مشاعر حلوه لطيفه كل شيء حلو حبيبي يموك ارحب شكرا والله كل اللي دعم مره شكرا يا جماعه شيء كبير شيء عظيم تواجدكم بحياتي خايسة فمرة حب وإن شاء الله كل زق أوكي لأن أنت أي شيء تقوله أي شيء تقوله ما راح تسويه أوكي فخلص استمر حاول تستمر إن شاء الله أنا وعد مني راح أسوي المستحيل لأجلكم شنو تبون انا كل اللي
لكن ما أعرف السالف صار شيء. أرحب يا مشعل نجل القحطاني الإعلامية. لا هذا مو وقت سامي الشباب. بهذه المناسبة أنا سويت شيء جديد عشانكم. سويت شيء جديد عشانكم. تحسبون إني جاي خالي اليدين؟ Guess what? No. عشاك جمهور أنس، جمهور مشاري، جمهور سلطان، جمهور التيك توك العظيم كله، أنتم في القلب تبقون دائما وابدا. مرة حب عظيم عادل يا حي عينك. شكرا والله اكتوبر طول العمر، موكا عادل، مستر وولف، اس اي، فهد عبادي، نجلة، منصور، جود، بندر، ام قطر، شكرا والله لكم كف. وجيش ميار، جيش اي، شنو الجيش تبون؟ اي جيش؟ انتم اقوى ناس، يلا قولوا لي. جيش ميار جروب سي اوف منكم اقوى ناس. شكرا لكم والله كلكم اخوان. انس انس ضحك عليكم قال اخواني كذا، لا تسموني فنز، انتم مو فنزاتي، انتم اخواني، قال كذا. شيل صديقات مشاري. شنو هذا؟ أسد مع ولده. تي جي هي. شكرا يوبي يوبي. لا انت يا حي عينك الله يعزك. ماني متعود لازم اجهز كلمات قبل. وش كاذب عليكم بعد انس قايل جيش الفهد؟ اقول عادي. لا والله كلكم يا اخي حب عظيم، تدرون فيني احبكم كلكم. يموت بالصديقات. طيب انا ايش اقول؟ شو هم خذوا كل الكلمات، انا ايش اقول لكم؟ انتم شنو؟ اوف خلط احي. شكرا يا فلان حبيبي اكتوبر. ارحب ارحب. شمر قطر والله ونعم. نسوي تيم، يلا نسوي تيم. اوكي زي ما قلت لكم انا مو راجع عبث، انا راجع جايب معاي هديه لكم. بليز سامي فلوس جيف اواي. شنو راح نسوي؟ هذه ميار. ارحب يا ميار. ايش عليك؟ مقابلات تلفزيونيه. والله انا كنت هذا. لا مو صدق. كفو يا ميار، يلا بكره ان شاء الله برنامج. تيم ده خلاص نسمي نفسنا تيم ده. طيب الله يعزكم يا أخي، أقسم بالله العظيم مرة مرتبك صد كم لي في هذا، بس إني ارتبكت اليوم أقسم بالله العظيم. أنا يعني آخر أيام في تويتش كانت برمضان، آخر الأيام كانت يومين تجيني التصاميم. شفتوا المصممين المصممات اللي في تيك توك؟ ترى هم اللي رجعوني قلوب وشغل فراشات سويمي. او ماي الشوق حد بغى ما انفضخ لجلك بليز سويمي. وينزلون مقاطع كذا قديمه، قلت يا اخي. بعدين انتم حبايبي، لا هذه كلمه انس ما يصلح اسرقها، خلاص انتم اخواني واخواتي، انتم بعد ما قصرتوا بالكلام الحلو في مقاطع مره قديمه لي قديم
فد سامي هي 6 مقاطع انت منزل بالتيك توك في يعني مقاطع قبل يعني احد الستة اوكي احد الستة كاتبين كذا كومنت يجيني انه او سامي يا اخي من زمان عنك بس والله شكرا يا جماعة الله يعزكم اقسم بالله الله يعزكم ويحقق امانيكم تيم بالحب جمهور سبايكي تيم بالحب حقين سبايكي اوكي هي مسألة يومين راح نطلع تيم والله على الدعم هذا اقسم بالله شكرا يا جماعة اللي دعموا شكرا لكلكم الحين راح نستعرض الهدية اللي انا جايبها لكم جاهزين يلا دقيقة خلنا نشغل الموسيقى للهدية هذه جايب لكم عود جديد بس بعدين حقين الطرب بعدين اوكي حماد ليش مو مبين اني دافع 100 ريال على الحلاق يا ولا شيء شو الاخبار يا جماعه والله يا حبيبي كتابر لا انت الله يسعدك الله يسعدكم ويوفقكم يحقق امانيكم يا رب مره احب عظيم شكرا لكم بحجم السماء جيش نيلو ارحبوا يا جيش نيلو كيف والله حياكم الله جميعا منصور حبيبي يا منصور ترى بس هي اوكي خلنا نتك ترى بس اليوم اوكي حلاق و100 ريال وما ادري ايش يومين بسم الله نقوم بالاتصالات الآن على منو راح اتصل شكرا يا مشاعر شكرا اوكي بسم الله لا كيف يكتبوا اشياء كثير متخيله ارحبوا ارحبوا والله العظيم اللي ترحبون صدق هذه قيمتها قيمة هزت لك بجيل حوت ارحبي ابو مشعل لا عاد انتك جيل عمرك يطول حبيب قلبي لا انت اسألكم بالله الحوت اللي قبل لا اكتوبر الله يعزك يا اخي الله يعزك والله المعذر اني ما ادري شنو على حسب الهدية ترحب هذه بدايتها It's okay. هذه بدايتك. وين الحب الصادق اللي ما يهمك الدعم؟ جذاب؟ ماله. والله ما أدري. آسف. أقسم بالله العظيم آسف. الله يعزك. الله يعزك يا أكتوبر طول العمر. هذا مين؟ أبو مشعل حبيبي إبراهيم عادل مشاعر إسي فهد. ما يرد خ
خلف حبيبي. صدق ان قعدت قلانس نايم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الغالي ممكن ترد ولا نايم؟ أخي الغالي ممكن ترد ولا نايم؟ السلام عليكم، سمعت ملاحظتي الأولى؟ السلام عليكم، سمعت ملاحظتي الأولى؟ خلاص انتظر يرد، إن شاء الله ما راح يطول. كذاب يقول يبي يبث لكم ما ادري متى. الله يعزك يا كتاب، والله ما قصرت. مين يا عيال خايف ادخل مع مين ولا مين؟ ما ادري اروح قسم ولا نسولف بيننا لين ما يجون اخويانا. أدق يلا على منو أدق؟ لا إله إلا الله. أشكرك ولا أنت يا كتابة طول العمر كلكم تدخل. هذا الفيل عدا وش سالفته هذا الفيل؟ شكرا يا عادل الله يعزك حبيبي حديدة. شخباري يلا حيا. هيش مرحب مرحب يا هلا سهلة. مين مع مين ادخل؟ عدل قيمة اسد. عدل الله يعزك. الله يستر. النفاق النفاق يعني الله لا يبلانا. الله المنافق سامي كيف تذكر؟ لا لا ما بيدخل مسوين حفلة ما بيدخل. ادخل. لا اصبر اصبر دقيقة. طيب انا ليش ما افتح القستات؟ افتحها؟ اقسم بالله اني نسيت. طيب هذه انعكاس الفيديو لا ما له دخل. استغفر الله استغفر الله. وين؟ لا سامي يبدو انك السماح بالطلبات السماح. لا لا طيب مضيف هو هذه. اوكي السماح بالطلبات من الاصدقاء، السماح بالدعوات من الاصدقاء، السماح. سمحت. طيب هو ابشر يا عادل. أهلين 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 أهلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا بارك الله فيك يا سعود. شلونك؟ كيف الحال سويمي؟ وينك مستدير؟ والله عسى ما شاء الله وينك رايح؟ وش أخبارك سويمي؟ الله يسعدك كيف حالك؟ أبو دارك يقول أنك أنت معتزل وأنا قلت لا والله ما يعتزل، هذاك يحب الدراهم.
فقراء، ادعم الفقراء. خذيت فلوس تيك توك، رحت لهذا. صادق؟ صحيح نعم. الإضاءة زينة عندي ولا مخيفة؟ والله الصدق وجهك مو بزين، يعني يبي لك إضاءة شوي. طيب شلونك يا سعود؟ تمام، وشلونك؟ أول شيء الله يعافيك، رجعة سليمة غريب. والله يا حبيبي اليوم والله راجعين، أقول رجعة سليمة وجدا يعني. لا لا ما فيها لندن، ما فيها شيء والله، بس إني غبت كذا. ده والله إني دالي. أنا بقول لك شيء، أنت إنسان لبه، إنسان نفسية. نعم. إذا كانت عندك النفسية وركبت الطيارة وسافرت، قفل جوالاتك وسناب دنيا خلاص. زان هذا، رجعت أنت للعالم. أهلين، وينكم؟ بالله أنا غلطان ليه؟ مني قال لك تسحب؟ بأي حق؟ مني أعطاك الإجازة؟ من راسك؟ على طول؟ وين؟ صاحي أنت ولا لا؟ مريض؟ سيد خلاص جدي يا ابن الحلال، ولو يعني مسافر وآخر شيء نظارات، ليه؟ تدري انك انت مره يعني اكسد. هي اذا ما تعرف الماركات ترى تحتاج لك اشياء كثير يا رجال، غنيين عنها من زياده يا ابوي. لابد 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 اعاده انت. طيب سعود انت مرتاح نفسيا؟ الحمد لله. دوم ان شاء الله، جعله دوم. والله انك كبرت في العمر يا سعود، ولا انا ما اعرف اسوي. انت تحس ان الوضع انه مثل اول؟ رجال انا وياك عمرنا واحد، يعني يوم جلست معك يا من ياك يا 2013 يا من الافتتاح حق الموسم، انت قلت مواليدك عرفت انك من الجيل الذهبي. قلت خلاص اسكت انطم اسكت، انا على خليك ام الفلاتر اسكت. الله عليك، الله يخلي ذا الفلاتر ويخلي ذا الجوال اللي يبيضنا ولا وجيهنا في الطبيعه. الذنوب دفع البلاء. اي نعم. وين سافرت؟ سافرت لاوروبا، بقر واصوات حيوانات وكذا. الله عليك، انت بسيط. اي نعم والله ما انت بسيط. اي نعم في اوروبا يا اخي. ليش اضاءتي كذا انا؟ اعوذ بالله، ليه؟ ما عليك منها، انت مرتاح خلاص يا اخو. الجمهور وجماهيرات يقولون ما هم زين. دقيقة، انا اعرف ليش لازم اطفي الانوار عشان الاضاءة تجي مرة واحدة. ايوه شفت؟ ايوه الحين بزين بزين بزين. دقيقه، شوف الحركه مضبوط. قد مكيف والعالم تو جايه، تونا فاتحين بث. بسم الله. ايوه تقول لي تبي نلعب ونسولف ولا تبي اربعه ولا ايش تبي؟ لا يا رجال اسمعني، دامك رجعت ودنا نشوف مستواك. تعال وجلد وجليد. ها يلا. بسم الله يا شباب. وين اللي يرسل؟ يوه العفوية. يوه العفوية يا حلوكم. وين اللي يرسل؟ ما سعود هي وقفت علي. ما وقفت عليك، كم طيبك. احنا نجهزك في جروب دعم يضحكون معك لو تقول هاي الملعون. انا اقول لكم يعني انت ما تسافر، ما تروح، ما تيجي. والله شوف انا اسافر واروح واجي، ولكن يعني صامت ما احب اتكلم. وين رحت؟ الواحد يجي يروح. يا انا اخوك ما لازم يعلم ذا العالم، يروح يقدح من راسه. ايه؟ يروح اعلم العالم انا سافرت، انا اكلت برياني، انا طلعت من مطعم هندي دخلت مطعم. ايش الهرجه هذه يا شباب؟ التكبيس والشيرات لا اليوم حبيبي طول العمر. لا انت شكرا التكبيس جماعه، شكرا. ايوه التكبيس اليوم يا ود. شلت التعليق ذا رخيص ذا التكبير 600. لا ولا ولا لا ما يعقل. لا والله ما يعقل. لا والله ما يعقل. لا والله لا والله لا والله ما بعد دقيقة واحدة يلقى التكبير 600,000. سلامات يعلق يفك التعليق. يمكن هذا مستواك يا سعود. ابن دراج انت صاحي يا ولد. عفو والله. طيب شباب شيراتكم يا رجل. والله ما عندي الا ذي الاضاءة. والله الوجه خلاص كذا. ها والله انك وجه ما يشتاق له الواحد، بس اني اشتقت لك. كيف ما تشتاق لي؟ غريبه، لو ما اشتقت لي يلعن ابو جلد الاضاءه. خلاص خلاص اعتق الاضاءه، وجهك زين وكل شيء زين خلاص. اي كذا زين. اسالك بالله تدري وش اللي ذا؟ لو انك لابس شماغ يطلع وجهك ابيض، بس ابيض ما يجي.
طلع لونك الصدق يا ذر لونك قمحي غامق يا. انا قمحي اقمح. ارجع لشمال غدير. طيب كذا والله كذا ازين. اداني ان النور هنا على العكس. دقيقه دقيقه. ما رجعت حليم العادات القديمه. لا عن حليم هو يلعنك معه. مثال اللي انا نسيت مثال هذا مثال يقولونه. يا حول ولا قوة الا بالله. انا اشوف انه هنا اشوفها اقوى يعني. شوف هنا ايه. اقوى. اي خلاص خلي. اي والله الحمد لله. يا الله. عيال اضربوا على الدبل. شباب دبولي. على الدبل. الله يعزكم. على الدبل بدون مسجل انا. ارحب يا ريج. الدبل بدون مسجل. الدبل بدون مسجل انا. ارحب يا ريج. شباب اضربوا على الدبل خليني بروح البس غترتي. يلا. حي عينكم كفو والله رجال مطنيخ كفو يا اكتوبر. ابو مشعل حبيبي شفت اني خبير بالتصوير. شكرا يا اريد شكرا. ايوه ايه قولي كيف كم قعدت انت يوم يا ابوي وانت مسافر؟ حيك يا عادل بالدراج. والله جلست 20 يوم. مرحبا. لا الموضوع هذا ما ينسكت عنه. هذا خطك هذا خطك. لا انت يا كتابر لا انت. يا شباب عادل ابو مشعل اريد الشير بي الله يجيكم والتكبيس وكل شيء. الشير والتكبيس والله. لا انت لا انت. لا بينفك التعليق والله. الحين زان النور كذا. والذي نفسي بيده اقسم بالله انه يدري في منتهى شوق حبيبتي في كل حاجه عريضه. الله يعزكم الله يعزكم. اكتوبر عادل ابو مشعل اريد زين يا شباب. عمر حاجة جولة واحدة. لا جولتين. خابرين خابرين ها. ما عندكم الا جولة واحدة؟ هي احنا على قد. طيب اللي تبيه والله ايش عاد تسوي؟ قلت لك جولتين وعطني خطك. لان لو ادور عليك انا الجولة الثانية ما راح تسلم مني ابدا. راح ادمرك. راح اخفيك. اذا ما تستاذ باتشي معايا. راح اخفيك. راح اخفيك. راح اخلي خطك يوصل تدري وين؟ رفحة. لا انت دائما تمشي اخليه يوصل حايل. خلاص الحكم ال لا سامي عادي قدرة. لا لا ارحب. لا الله يعزك ويبيض وجيهكم. بدون من زود يا حبايبي. الحكم الأول شباب ضيفوا الداعمين تكفون. لا أنت أكتوبر عادل أبو مشعل ريج زين طول العمر. الحكم الأول أستاذ سعود. جولتين من يقوله وجيب لي بند بند من بنود التيك توك تنص أنه لابد للشخص أن يلعب جولتين. أوكي أول شيء أنت غايب لك فترة صح؟ أي نعم. لعبنا معك أمس وقبله وقبله. لا إذا أنت توك جاي لازم تلعب جولتين. من يقول النبض من يقول اني لغيرك دردن انا ما لغيرك عيد خلها من جولتين ورص يا ذيبان. لا 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 اسمع انا بلعب معك جوله ثانيه اللي زختني يحكمني. هي جولتين يا غبي قانون اللعبه. خايف قل له خايف انا اطبق لك عادي ابو شمري. اذا خايف قل لي والله ابشر بدل فزعه والله. والله انك خايف والله ان عيونك عيون الرجال متوتر. انا افكر بالاحكام. وين وين الجوله يا رجال؟ علي حرام انت ما تفكر الاحكام. علي حرام تفكر يا ولد العيد ولا ما عيد يا ولد. ها شباب. لا 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 الحكم الاول يا سعود.
احكام خفيفه علم جولتين والله. الحكم الاول تغني ما حد يلعب جوله واحده اعطيك اياها زبده والله العظيم ما حد يلعب جوله العب من جولتين عندك شيء العب من جولتين الله يعني بيض وجيهكم الله اكتوبر عادل ابو مشعل اريد زين طول العمر شكرا الله يبيض وجيهكم يلا خلاص كنت بحكمك احكام خفيفه بس انفزت الثانيه يا رجل عطني ما في راسك عطني ما في راسك تعال عيال الشير اللايك التكبيس الشير اللايك التكبيس راح اعطيه مستوى صار لا ما بحسد لا ذاك ما طيب وافعل البداية والسوى على المعتبى ما عرف مرده نرسم اجعل مع الشرة شرايط نلعب الطرق والطيب نعده لا ذاك ما طيب وافعل البداية وش سويت؟ سنبت صورتني بغير وجه حق راح اطالبك حق الشكاوي اوكي يا ابوي في فلوس عيال خلوكم مع الدبل والله كفو يا رجال خلوكم مع الدبل الله يعزك ويكثر خير حبيبي يا كتوبر حبيبي يا عادل طول العمر ومشعل مع الدبل سعود الشمري حبيب قلبي يا سعود عيال مع الدبل والله الضربة القاتلة لا انت يا سعود منور التكبير فرح مكتوب شدوا لعب علاجكم الدبل عين اخلط وخلط مو مني من اغاني الله يعزك يا اكتوبر لا عندي العمر يطول حازم اريد تكرني يا ريت تكرني الجاسم سعود سعد الله يعزك ارحبوا يا ربعي ارحبوا ارحبوا حي يا عيل وكسارة شرقاوي وعلاجكم حي والله حينكم هاد ماذا حي والله عيونكم والتكبير التكبير ولا غلطة والشير ولا غلطة واو الله يعزك ما قصرت بيض وجهك سعود اكيد تبيني اغني يا رجال ما عليك ما يجي يحفلون ربعي فوق مسطحين ما يجي يحفلون ربعي قال لك يقول قاعد نقول ومن وانا خسران ومن وانا ربعي خسران من الحين اوكي هاي والله عيونكم We can do it guys. اي والله عيونكم بيض الله وجهكم بسم الله الشير ولا غلطه التكبيس ولا غلطه كفو مكبسين لا يبرد التكبيس والله
الله كريم الله كريم. كفو 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 خلوكم كذا كذا. اي 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 يا 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 نو 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 نو. هاي التكبيس ولا غلطة. اي 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 انتبهوا. ورحم الله والديك. بسم الله الرحمن. شكرا لكل اللي دعموا. شكرا. حب عظيم يا جماعة. شكرا. الله يعزك حبيبي. اكتوبر عادل ريج جاسوب سعود الشمري سعد بن سلمان منصور بن عبد العزيز الرشيدي الله لهينكم وبيض الله وجيهكم والله يكثر خيركم. هذا اقول شكلك يوم قلت كذا مسدسك مويه. يلا لا تفضحنا يا مسدسين. هذه نجا ما اصبر الجوله الاخيره ولا يا الله ربي لا تفضحنا. تكفي تكفي. وش قايل لك انا؟ والله لا خليك يرجع خطك هنا. ما سمعت كلامي. سوي على بالك انا فاطم. انا جاي من اوروبا جاي اليوم اقفل ملفات. ها؟ من يلعب عليك انت؟ والله اللي يلعب عليك. والله اللي يلعب عليك. ضيف الدعمين يا الربع. دقيقة هذه السبح جايتني هدية لازم اتسبح فيها حقة الفوز. عن اذنك يا وليد. هذه جايتني من برا. هذا العود جايني هدية لازم العب فيه الجولة الأخيرة. مبروك عليك الفوز. من وين شاريها؟ تن 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 تن. والله اني عرفتها من يوم قبل ما تحطها. نسينا التحدي. بقى الفاصلة يا ابن الحلال. وقف. يلا يلا ضيف الدعم الله. انتم عشتوا قصب بيض الله. اللي عندي واللي عنده يستاهلون. بسم الله بيض الله. هذه الفاصلة ترى من احكام. بسم الله. بقول لك شيء. ها. احضر قبرك. بقول لك شيء. من حقك تصرح. سم. اقول لك شيء. سم طال عمرك. بس يا ديما اسمعني راح افوت لكت يا ديبان. ما ادري شنو. يا عمري اقول لكت لكت لكت. اسمع مني. سم يا ديبان. تسلم. راح نفوز بقدرة الله وبتوفيق الله عز وجل. اوه ذكي. ايه سلوك. ذكي. تضغط على الوتر. قديمين في السوشيال ميديا. جزاك الله. التكبير. ايش ذا التعليق؟ الله كريم. في تعليق. خليكم معذبة بس. نعدى بالعيال. لا يزري لا يزري لا يزري. انا مش بكبرها بالشوف. الله كريم. انا الرجولة كيز وصحبة وصلولو. انا كرعانة منكو صفعة وليتولو. انا الصحاب درسي بس اين هم. انا نفسي اشوف صحاب لسه جوا اصولو. الله يعزك يا عادل وارحمه.
لا انت يا عادل عبد الله حبيبي عبد الله طويل العمر. لا انت والله الليل ما قصرت، بيض الله وجيكم، والله العظيم حب عظيم. اكتوبر كلمت على نفسك يعني اخوك عادل، يا حبيبي يا عادل الله يكثر خيركم، مره شكرا حبيبي طول العمر. بيض الله وجيكم، بيض الله وجيكم. بيض الله وجيكم، بيض الله وجيكم. لا تزال يا امي ودي الله والله ما يا خالد الدوسري. اي حي والله عينك وابيض وجهه المد وابع 95 حي والله عينك الهيبه. بيض الله وجيكم، بيض الله وجيكم. اسعود توي جاي اول يوم فيه حاكمنا اول يوم، اول يوم عيال. بيض الله وجيكم. تكبيشكم، تكبيشكم يفرق. انت خليك واثق من نفسك، اضغط كم ثلاث ضغطات على الشاشه راح يصير المستحيل. اصبعك مهم، اصبعك احتمال، اصبعك يعني شيء انت مو مستوعب اصبعك ايش قاعد ممكن يسوي. صدقني مرة انت شوف اضغط ثلاث ضغطات شوف اصبعك ايش يسوي. شوف 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 ثلاث ضغطات شوف اصبعك. شوف 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 ها ها اوه شيت ها 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 ها. ما سوى شيء صف. اوكي نرجع اصابعنا شباب، نرجع اصابعنا نحافظ على اصابعنا. يعطيكم العافيه. جولة تعارف جولة. لا 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 ما عليكم. هم هم جولة تعارف. ارحموا. بيض الله وجهك يا اي، بيض الله وجهك 95 بيض الله وجهك شرقاوي خالد الدوسري الهيبه حي والله عيونكم. والله ما قصرت اقسم بالله ما قصرت. وبرضه اللي عند اخوي سويمي ما قصروا كلهم والله فعلوا ولا قصروا. اللي عندك بيض الله وجيهكم يا حبيبي. تعارف حبيه وكل التقدير والشكر لاخوي سعود القحطاني وداعمينه ومتابعينه الناس الغالية. والحمد لله هذانا تعرفنا ذا الليل وإن شاء الله مستمرين فمواصل والله. اي نعم الحكم الأول اسلم. اي والله عاد سلم سلم على الناس اللي تعز عليك. ونعم ونعم يا زويمي ونعم يا. الله يا ربي يخلي ذا الوجه ويطول في عمرك. الحكم بعطيك حكم بسيط، عطني أغنية بس. أغنية أضمك؟ أغنية أغنية وش اللي أضمك؟ أرضني أغنية 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 غني غني بالعود الجديد يا حشرة. أسحبها من المحبة، من المحبة والتقدير. لا غيرها قل مثلا أي شيء يا نامسة. النحلة قل النحلة النحلة يا النحلة. يا والله يجيكم جميعا. وش اقول وش اغني ما ادري عنك شاري العودة وشوله. الله يا ابن ضبطه ما نبي تنمر صادق تذكرتوني. كل من حضر خلونا مؤدبين باليوم البث راقي جدا. اليوم البث بيجيك روقان. شوف 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 الناس الكلمات. الله
ها وش فيك؟ عسى ما منكسر. يلا يا سويمي. والله عوده عوده جميله يا سويمي يا حبيبي. فنتمنى هذا كلام بقوله لك من القلب، من قلب اخوه الكبير. نتمنى انك تستمر في البرنامج لانك ترى لك متابعين ولك محبين ولك ناس والله يحبونك ويقدرونك من كبير وصغير. فاتمنى انك تستمر ولا تقطع المواصل، وانا ادري بعض الاحيان قطع المواصل غصب عنك. نعم غصب عنك، انا ادري انك شوي يعني تشيل هم، ودائما هم انت تحب تقطع بعيدا عن الجمهور وعن الناس. فالله يرضى والله بعطيك اياها على بلاطه قدام العالم. الناس اللي مثلك ما هو مدح لك ووجهك البريء اللطيف، الناس اللي مثلك وشرواك اللي تركز على شغلها، فاهمه الشغل وحبيبه ولطيفه ومليئه في الحب والتآلف، ها هذه الواحد يتشوق انه يلعب معاها، يجلس معاها، يستمر. يا بعد عيني بس. وهذا والله والله يوفقك وان شاء الله مستمرين يا حبيبي. احنا معك وجدا. انا بس ابغى اعرف ليش شنو هذا يعني انه باي ذا واي، ايش فيه؟ لان نمس كلها حضر في حضر، فقالوا لي عالم غير المود اليوم، لازم تجمع من دون تنمر. تجمع لك كلمتين انجليزي عدل المود الليله. عطني واحدة سام. I love you too. I love you too. يلا. سمي سام. السعودة بقول لك شيء. يا بعد عيني يا بعد قلبي. تبينا ندخل تحدي رباعي؟ تعال. إيه. يا مرحبا. أهلا الجوهر. أهلين جوهر. يا مرحبا يا مرحبا. كيف الحال؟ الله يسعدك. تمام الحمد لله. وين كمراك سويمي؟ الله يسعدك الله يسعدك. يا مرحبا يا مرحبا. وين الناس العالم؟ أهلا وسهلا والله، ساعة مباركة. الله يبارك. كيف الحال الجوهرة؟ عساك بخير. والله بخير. شو اخبارك سعود؟ شمورك؟ جيب مع الفريق، انا فريقي جاهز. سويمي اوكي جبت. مرحبا. هلا 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 الجوهرة. هلا يا مرحبا. شو اخبارك سعود؟ والله مزمون الحمد لله. سوري والله. لا سويمي مش مع الوضع. خليك ثقيل، خليك ثقيل. لا عادي انا معاك، راح ينفع احكي لك شو هلا. خليك ثقيل. لا عادي عادي. تصير وين كم مره اقول؟ لا ببعث لك اياها بعدين. انت سكتني الحين، قلت انت خبيب. طيب انت يا جماعه كل حركه اقدر اسلم عليها، بس شوف خليها هي اللي تسلم في البدايه. وين فريقك يا الجوهره؟ هذه فريقي. ما شفت فريقي؟ ما تشوفونها؟ فريقك ما يتكلم يعني؟ ارحبي يا نور. اسمي نورشان لو سمحت. لا انا في دعم عندي اسمه نور. سوري. الله لا يسامحك. يسامحك يمين يسامحك. كفو. شفت يا سعود؟ سويمي حرمك حق سريع. لا ويلكم ويلكم. شيل. سويمي ويلكم باك. شكرا يا نور. سعود. على الحرمك. شكرا. ارضيت غرورك سعود؟ الله شد جمال. شفت هالنظارات؟ لا. مستحيل. علق عندك فوق ولا معلق؟ خليك ثقيل، خليك ثقيل. اثقل عن هيك اثقل. ان شاء الله انه يضبط. طيب جايز الجوله؟ جايز ارحب اكتوبر. علق عند احد ولا بس عندي انا؟ يلا من جولتين ها؟ يلا بسم الله. جولتين.
جولة تاني نرسل من اتفق يا ربعي علق الجوال. ارحب يا جبل. بشغلك اغنية ادم. تست تست تكبيس تكبيس. لا يا جماعة سويمي من زمان. الجوهرة شلونك يا اخي؟ والله من زمان ما شفنا، فخلونا نرحب فيه، ترحيب يليق فيه. اوكي تسمعوني تسمعوني؟ نسمعك نسمعك. وش النظارات المولعة؟ ان شاء الله. الجهرة متعال يعني من زمان، احنا من سنة واحنا نعرف بعض، فطبيعي زمان مرة من بداية البرنامج. وين التكليس؟ الله عليك من ينتقل. لا 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 يا سعد لا يا سعد لا. يا حقه تيجي تيجي اهدى حبيبك القع زي جزرود يعني اسمعني حد اللعني واخذ عيني كمان. ما فيش حاجة تيجي تيجي اهدى حبيبك القع زي جزرود ناخذ عيني كمان. حبيبي أرجع راسي بس 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 زعلان نصي نصي نص أنا بو ورد أصحو دمو اللي بيرمي عندي روح عند الجوهرة يا جاز. بصي بس بس زعلان ونص أكيد خسران. خسروه ورجع زي زمان. حد اللاني وناخذ عيني كمان. مع بعض مع بعض. اوكي ركبوا المكان دبل دبل دبلوا دبلوا دبلوا. حييك ارحب يا نرشان ارحب. حييك يا بعد راسي حييك. كبسوا على المربع اللي انا فيه. اوكي يا ابن زايد عليه حرام انك كفو ومجمل. كبسوا لا تخلون نار شان الحاله سير لايف. انا وانتي واحد يا جوهر عادي. الله الله يا بعد قلبي يا نرشان ما احتجمت المحزمه. ويلكم 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 ويلكم. غير الاغنيه غير الاغنيه. عطم صامت عطم صامت. كله من اغنيه كله من شلون. شكرا يا نجله غير الاغنيه. عطيني خلاص اصبر نجله. اللي عندنا البنات تبيع غوايشها. اصبر اسمعني. ها اسمع. الخطه بها اليوم تلقط شرار. كيف الخطه يا سنايدي؟ واحد اثنين انك تنعمر تنافس عيونك التحدي. الجوله ذي نعطيهم اياها. الجوله الثانيه ما يموتون ضغولهم. ما عليك في التحدي. الجوله الثانيه انا الجوله الثانيه ما حد انا الدي جي. يا ابوي دي جيك والله. يا ابوي اغنيك اغنيك زيد دي جيك يا اسمع احتزم بي يا رفيقي. لا 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 نبي شيء. شوف خلينا نصير وش وش كان يعني؟ نبي شيء يمزج يمزج. يلا قل لي وش بتشغل وشي يمزج. ما نساوم في الخوي. كيف نجيب لنا شيء ميكس شيله عشان يضربون منا ومنا ما يشوف. طيب ها اي خل تناديني على الجوهرة. خل خل سعود يرد يقول لك كلمه. سعود كيف يقول جوهرة؟ هلا يا مشاري. سعود اهلين. مسخت عاد متى بتفوز؟ والله اللي احنا نعطيك احنا نعطيك احنا نعطيكم احنا نعطيكم مستوى الحين نعطيكم مستوى. شفتي والله سوري يا نرشان يعني خلينا ننزل نتحدى خلينا ننزل نلعب مع بعض يعني بعد هالجول. انا شو بين الله سوري انا قلت يعني فهمتي في يعني فهمتي بس مسحي يا فوتي. ما راح ارد عليكم. مسحي يا فوتي مسحي يا فوتي سوي فوتي. يا حبيبي يا مشاري تكبيس. اوكي لا تبوا ترى ممكن 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 نتجحفل ما ندري. تب اخر ثواني
اخر ثواني اخر ثواني اخر ثواني. امورنا طيبه بيض الله. ثانك يو كل احد كبس، ثانك يو عدنان، ثانك يو عدنور شاين جميع. الله يبيض وجيهكم وما قصرتوا. الجوله الثانيه يا الربع اريج عادل مستر وولف. الجوله الثانيه نجله. انا مشغل شلات امهات دقيقه. اي ما ينفع انت ما هذا ما في جماعه الخير. اوكي بشوف ترى نرشان ما قصرت سالتني. جوله ثانيه اللي عندي شدوا. اقبل اقبل اسمعها اسمعها جايز اللي عندي قوم جانم جانم تمكيت ابو دمي جانم يا معلم ويا امي جانم يا ملام شيروا اللايف. اوكي عيال لا تنامون شغل يا ابو خشن يلا ها جوك يا عزيزي يا لا لا هذا اللي توجه من الصبر يا حبيبي وين لا بيس مامي ها ها او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد والله العظيم ثم الله العظيم بنخلص الجوله هم يتهاوشون على اغاني يلا بسرعه انقذنا شرب السعد ها اسمع الدبل الدبل بسرعه شغل الدبل اغنيته هو من بلي مره شلايل صوب يا عمي مدنا مخلدنا ورود 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 مدحنا بقوى البعوض ورود كفو 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 جايز ورد 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 اسرع 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 تشوف عنا ما بقي شيء مع مع نرشان مع نرشان تفتح الدبل استغل الدبل اوكي دبل ترى الجوله الثانيه للرفاصه دبل 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 بلا ما بيت دبل 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 ما نرشان ما نرشان سكوت دبل عيال ارحب يا ناس ارحب يا ناس خلونا نرشان يا جماعة ما نرشان ما نرشان بالله ما نرشان سكورنا نعم ارحب يا ناس بعض ترى بيجحفلون زيادة احنا نجحفل اوكي رد الجحفلة جولة ثانية لنروح فاصلة اخر دقيقة لا ما يدعم نفسك هذا سرطة والله تكبيس نفسك تكبيس التكبيس اي 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 تكبيس اخر دقيقة اخر دقيقة اي 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 التكبيس اي في جحفلة نرجحها نرشان ما قصرت كفت ووفت فبالله يا جماعة مع نرشان قوم اصحى سكور لا 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 مو اخر دقيقة عيال والله العظيم يبيلها عيار ثقيل يبيلها وزنه صح
والله بوبي دام بوم بوز فرق ولا شيء ما نرشان يا جماعه شالت الجوشن هذه اخ ثواني ابو يا طبعون ابو عيال اخ ثواني كبير واحد يمر وحكي عرفت ما خرج دقيقه اخ ثواني كور قوموا جايز كور جحفلنا قرطعون الفضلي اسد يام يو ايت ناصر يا ابن عمي الله يبيض وجهك ويغنيك وخيرك سابق جعل عمرك طويل اريد يا اريد الله يبيض وجهك واحد علم قطر والقطري الثاني ارحب يا ناصر بذمتي لا انت يا ابن عمي لا انت بيض الله وجهك يا ابن العم حامد باشا سرطعون الفضلي اسد يام ما جبتك يا نرشان الا وانا محتزمة واثقة عمري يا جوهرة الا اني عارف انك بسم اكرم بالله انكم سند نرشان السلام عليكم صراحة مرة جولة تعارف مبسوط جدا فيك مرة انبسطت وان شاء الله اتمنى لك قضاء اجمل الايام استنوا شوي انتوا الاثنين جوهرة بدي اقول لك اي لاف يو سمي اي لاف يو تو والله يا نرشان حب كبير لك سويمي ممنون الدوم تشرفت معرفتك سامسم يا رمشك انا ايضا شكري الدرم ترى اوكي اذا مو فاهمه تركي ترى مو مشكلتي انا قاعده اتكلم طيب شوفي نرشان يا قلبي قولي لي انا مني لسعود سماح اوكي يلا يعطيك العافيه مني جوله تعارف كثير مبسوطه بمعرفتكم وترى بالنهايه كلنا اخوان يا جماعه وحب حجر السماء صحيح. شكرا جوهره تذكريها اوكي ترى جوهره حكت سماح يعني هذا الكلام لا يكرر يعني انا لازم اتذكرها يعني انا عارفه نرشان اصلا نرشان يعني الله يسعدك نرشان كفو والله والله كفو الله يسعدك جدا 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 طيبه في البرنامج مره ما تحكي يعني انا ما قطيت والله ما تقصرون كلكم جميعا اللي عندنا واللي عندكم كلهم جميعا ما قصروا والله الله يبيض وجهكم كل التوفيق ويلكم باك طيبه كل الداعمين يا جماعه جاهرة شكرا وسعود على خير كلكم النظاره حلوه تحياتي شكرا حياتي يلا الى اللقاء جميعا قلت لك النظاره حلوه واضح انك انت عضفين لا والله قلت لك بس نظاره لا انا مرتبط انا قلت لك انا من بدايه لحد كنت راح اخليك تكسرها من وين انت من الاردن اوه نعم والله نعم فيك راح يكون بيننا ان شاء الله تحديات اقوى من كذا ان شاء الله تشرفت فيكم جميعا يا باي باي طيب نظارتي ليش يا عم اسلم انطم 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 انا اقول لك اسلوبي انا اعرف كيف يا رجال اسلم هي اسلوب هي اغاني يا مسلم اسلوب لازم اسلوب يا مسلم والله العظيم والله العظيم انت لا شفت يا اخو شفت الحين هم بايزين صح ولا لازم تعطيهم الاسلوب انك انت اللي يعني هلا والله خليك كيوت وين اسلوب احنا قلبنا تقل مجازين بدوره وش اسوي بك يا ابن حلال وش عاد اسوي كذا كل الجوله وش عاد ما قصروا ربعنا سووا اللي عليهم ما قصروا بيض الله وجيههم بس احنا المفروض نبدا بالسياسه هذه من البدايه وش من البدايه؟ اقول لك شيء انت اخر واحد تكلم انت نظاراتك من يوم جيت معك وانا دب عبله فشل في فشل؟ لا ابغى اطلع الحين ورني ركضك بس يلا خلينا نشوف ابا والله تفكر اني بخليك ما شاء الله اكبر الدعم يروح ويجي ولكن راسك ما يجي ويروح يا العون الجدف أنت تدري إنه ما يهمني ذي الأشياء الله أكبر فزنا ولا خسرنا ولا فزنا ولا خسرنا وش بيجي هيا العظيم فكر فيها أنت فكر فيها الدعم اللي دعمونا فيه هو أصلا طعمه دعمك من محبة وغلب بقى يفوزون يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا وش تبي نسوي بك أرحب ما سوينا تحيات يعني والله أكبر أنطم الله يعزك ما قصر حتى ربعنا حتى لو دعمونا ولا فزنا هي دراهم بجيك تتصرف يعني هي يعني تزعل مسوي انك زعلان ما انا هزمت كذاب صح ولا لا؟ اي نعم هي هاي الحين بجيك دراهم انه على بالي انك زعلان بجيك دراهم
عاد لو كملت تسولف معي بتنحضر، خلنا اهرب. والله انك نفسيه. اسمع خليك على اول ما حط عليك في البيت. ايوه خلنا نفضل عقال، انا ما اعرف اجي عاقل. عطنا عطنا هذه حقت ال تدري من اليوم من اليوم من اليوم انا بعطيها وضعيه الثقل عشان ما نعجين حظ العالم يقول انت نمر انت نمر. يا ولد عجزت في حاجات هنا ودي ودي يا اخي. الله يسامح ربعي دائم خليك مؤدب كذا اليوم. انيق هم يبون هدوء، خليني بجرب ذا الهدوء. يلا خلينا نشوف الهدوء. روح الحين وخذ. والله اني الحين لحد الان وضعي تمام عشان ما يقول سيد انت سويت انت فعلت. طيب اسمع انا باخذ لي فره وبجيك. ان بغيت محزم ولا شيء بس ادعني وانا ابشر. خلاص والله من التحايا للصبح داري حالي تحايا وما اخر شيء احنا نطبق على ابوك الجنه. يلا وافي وافي موافق موافق يا سوي. باشا شكرا انتم.